اضغطوا على الزر الأحمر للاشتراك معنا، واضغطوا على الجرس لكي يصلكم الجديد من فيديوهاتنا، واضغطوا على اللايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا أن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم بالضغط على بارتاجي أو شير. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم وصفة هائلة جدا، وهو الكيك الإسفنجي بصوص الشوكولا. وهذا الكيك هذا بالنسبة للمغاربة فهو شبيه بالميريندينا اللي كيحبوها الأطفال ديالنا كثيرا كثيرا، إذا هو شبيه لها 100%. نبدأ المقادير. عندنا 4 ريال بيضات متوسطين، عندنا 2 كيسان ديال الطحين كان القياس بكاس العنيبة، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا كاس ديال السكر، 25 قطعة ديال الشوكولا، نص كاس ديال الحليب، وعندنا 2 خمارات من فئة 7 غرام، وعندنا 1 ألزا بالإضافة إلى دار. إذا كنبداو على بركة الله، كنفرقوا صفر البيض على أبيض البيض بهذه الطريقة هذه. كنديروا إناءين، واحد نديروا فيه البيض واحد نديروا فيه الصفر هكذا. إذا كنبقاو بديك الطريقة حتى كنساليو الكمية ديال البيض ديالنا 4، وكندوزو بياض البيض كنضربوه كنطربوه بالطراب حتى كيولي كتلج بهذه الطريقة هذه. أنا تعمدت نحيد لكم صوت الآلة لأنه شوية مزعج، واليوم عندي الضيفة ديالي هي بنتي شيماء، غتسمعوا شوية ديال الصوت ديالها. وعندنا واحد الجو هائل هائل جدا، الجو ديال الربيع ما شاء الله، كتسمعوا الطيور وشي ما شد. واحد امورسو ديال الليمون وتغزز فيه عاد كيكبروا لسنينات. اذا غنبقاو مع بياض البيض حتى غادي يطلع ويولي كالثلج بهذه الطريقة هادي. كنشوفو ملي كيبقى يشد راسو شوية كيبقى يدخن، يعني كيبقى يولي ككريم. لاحظوا معايا لان هذه أستيس مهمه، انا كنوريكم الاشياء اللي عندي اللي كنستعملها لنفسي، دي أستيس ديالي. هذا الكيك ينجح لي ديما ما شاء الله الحمد لله، هو عندي الاساس في كل الكيكات وفي كل لي طارت، هذا هو المنهج اللي كندير انا ديما. اذا هنا شفناه بينا كيتعقد، غادي نوقفوا الآلة. شتي راه ما يعني واخا تقلبوا راه ما غادي يهوتش. غادي نضيفوا في هذه المرحله هذه غنضيفوا له السكر نصف الكميه، يعني نصف الكاس، والنصف الباقي كنحطوه في الاصفر البيض، وغادي نكملوا التطراب ديالنا. هذا هو السر اللي كيجعل الكيكه ديالي ما شاء الله منطفخه وكتكون اسفنجيه كانها سبحان الله. يعني ما نشكركمش فيها حتى ديروها وتجربوها بنفسكم. غادي نضيفوا الان، انا كنضيف الالزا او نكهه الفاني، كنضيفها بياض البيض لانه كيكون هو الاخر، الميرينغ كنديرو هو المرحله الاخيره، اذا باش يتشبع الكيك ديالي بنسبه او بنكهه الفانيليا. اذا غنكمل التطراب ديالي. وملي كنديروا السكر راه كنحركوه عاد كنفتحوا الاله.
إذن هنا هذا هو القوام اللي خاصنا نحصلوا عليه، وهو شتوب اللي كندير الآلة كتعطيني كتعطيني حرف أو رقم 8. هنا كيكون شد راسه، كيكون القوام ديالو هو نفس القوام اللي كنحتاج أنا. إذن الآن غادي ندوزو لصفار البيض نفس الطريقة، غنديرو السكر وغادي نحركو حتى هو مزيان، حتى نطلعوه بالطراب حتى يولي حتى هو اللون ديالو مائل للبياض، كريمي، لون كريمي، وغادي يولي بحال لاصوص يعني ثقيل. يعني هادو هما المراحل، هادو هما لي زاستوس يعني كخصكم ديروهم، واخا كياخذوا شويه ديال الوقت، ماشي بزاف يعني، تماطوا شحال كياخذ الوقت هادشي هذا، ولكن الحاجه الا كانت غتجي زوينه علاش لا، كنزيد واحد القبيصه ديال الملحه باش ما كتجيش الكيك ديالي باسله. اذا كتشوفوا ولا كيرجع كريمي. إذن هذا هو المطلوب. الان غادي نضيف الزيت شويه بشويه كانني كندير مايونيز، باش غادي يزيد يتقل الخليط. لاحظوا معايا شويه بشويه، شتي الخليط، شتو معايا الخليط بدا كيتقل. ملي يتقل الخليط غادي نزيدو الحليب، نضيفو ملي تحرك الحليب مع الخليط نضيفو الطحين او الدقيق، ونديرو فوق منه الخميره ديال الحلوى. ما نديروش الخميره ديال الحلوى فوق الخليط نيشان، لانه ما تخمر لكمش مزيان، ولكن ديما نعملو شويه ديال الدقيق. واخا نكونو غادي نزيدو مثلا نسينا الخميره ولا شي حاجه، غنديرو شويه الدقيق وفوق منه خميره الحلوى، ونضيفو الجزء الاول من بياض البيض. كنبقاو نديرو شويه بشويه، لان شتو الخليط راه هو ثقيل، وخليت واحد شويه ديال الدقيق على حده كما كتشوفوه معايا في الزبديه او في الزلافه، غادي تشوفوا كيف كنديرلو. يعني ما شاء الله، يعني خليط جا كريمي وواحد الطريقه هائله. يعني هذا هو المطلوب، وكل مره كنضيف بياض البيض حتى كتنتهي الكميه معايا. هاد المراحل ديما عندي الكيك ناجح، ما نشكركمش فيه ولكن جربوه وان شاء الله غادي يخرج لكم. ولكن الا تبعتوا نفس الطريقه، يعني تبعوا نفس المراحل ملي كنوصلوا لبياض البيض، ما كنديروش الطراب غير بلا سباتول ولا شي ملعقه عندكم، وكنحركوا بها بهاد الطريقه هادي. اذا كملنا هنا كميه بياض البيض، وكنضيفوا شويه ديك الطحين اللي كنبقى لنا واحد الملعقه كبيره، وزائد خميره الحلوى الجزء الثاني ديالها يعني الباكيت الثاني، وغادي نحركو كذلك بشويه من فوق لتحت. انا كندير لكم بالزربه لان الوقت بزاف. اذا جهز معنا، كندهنوا اللطه ديالنا او الطاوه ديالنا اللي غتدخلوا الفرن بشويه ديال الزيت وطحين الدقيق فوق منها، واللي عنده بابي سيرفيليزي يديرو. اذا كنفرغوا الخليط كنديروه في الوسط وهو كيمشي للجناب بهالطريقه، ديما نخليو يدنا في الوسط وهو اللي كيتوزع بنفسه. وهنا ملي وجد معنا الكيك جا ما شاء الله عليه، ما كنخليوهش يتحمر بزاف، كنقسموه على جوج في الوسط. من بعد ما كنقسموه على جزئين كتشوفوا كيف هو اسفنجي ما شاء الله. يعني هذا هو الكيك الناجح اللي كيجيني دائما، والكيك راه شبيه كنقول لكم بالنسبه للمغاربه ميريندينا.
هذه بنتي شيماء راه كتدوق منه دابا الان، كتدوق منه لاص الشوكولا، وعطيت لها شويه ديال دانيت في فمها. كنديروا دانيت مع الشوكولات اللي دوبنا، تعملوا في بان دو ماري ولا حمام مريم، انا كنعملو غير في الميكروويف، سهل. وكنحركوا الشوكولات مع دانيت اللي كيعطينا واحد الصوص هائل. وكيجي مذاقو هائل هاد لاصوص هذا، واخا ديروا الوليدات هكا كيرافق الحلويات. كيرافق ايضا تشورو. شي نهار ان شاء الله ندير لكم حلقه خاصه. الى حتى نتهي الكميه ديال لانيت كلها، خليت واحد شويه نديرو من الفوق وكندهنو به. اذا كنبقاو ندهنو به وسط الكيك ديالنا بهذا الشكل هذا. وسمحوا لي لان اليوم الحد، ما شاء الله كاين حركه غريبه. كنكملوا الدهن ديالنا بهذا الشكل هذا حتى كنطالي كل الكيك من الداخل. وكنبقى لينا شويه ديال دانيت، قلت لكم غنحتاجو من بعد. غادي نديرهم فوق ديال هاد لاصوص اللي ايطاليت فوق الكيك ديالنا، في وسط الكيك. بهذا الشكل هذا، هو غير شويه ماشي بزاف باش ما تجيكمش فازقه بزاف، باش يشبر لي الكيك الفوقاني. هادي قصدا باش الكيك الفوقاني يشبر. ملي كنقطع انا في الوسط الكيك كنديرو فوق شي طبسيل، كنخلو من تحت منه باش كنهزها ما كتهرش، وكنبقى رشماه باش ننزل نفس الاطراف فوق نفس المكان اللي قطعت منه. وهذا الشكل ديالو. اذا من بعد غادي نديرو لاصوص الشوكولا. لاصوص الشوكولا انا غادي درت الشوكولا ماشي لاصوص، اولا درت الشوكولا ايطاليتها فوق. علاش هاد لاستيس هادي انا كندير الشوكولا، انا غير باش نوريكم هذا، غير باش نوريكم الطريقه، لان ميريندينا ملي كنجيو ناكلوها هذيك الشوكولا ديالها كيتفرتت. انا قصدا هادين الدراري كتعجبهم بهذه الطريقه هادي، باش كتقول ميريندينا راه ميريندينا 100%. بالنسبه اللي ما كيعرفوش ميريندينا كي دايره، ملي كندير انا هاد الطبقه ديال الشوكولا، من بعد نتوما تشوفوا في الصوره النهائيه كندير لاصو الشوكولا، واللي هي درنا في الاول لاصو الشوكولا عاديه، كنديروا الشوكولاط وكنزيدوا معاه دانيت، كنديروه من الفوق، كيجي المذاق هائل. كيبقى سائل من تحت منه اللي غادي نقولوا الطبقه المقرمشه. انا كتعجبني الكيك يجي فيه شي حاجه كتقرمش، ماشي يجي كله كله يعني رطب. كيعجبني شي حاجه تكون فمك كرامبل، تحس بشي حاجه كتقرمش في فمك. اذا غادي نطاليو الطبقه ديال الشوكولا. هاد الشوكولا ما فيه والو، فيه غير شويه ديال الزيت وواحد ملعقه صغيره ديال الزيت باش كيعطي غير لابغيونش.
وهنا غنقطع لكم واحد الجزء اذا كنشوفوا الطبقه الفوقانيه ديال الشوكولا. هنا باقي ما درت فوق منه لاصو الشوكولا. صراحه كنخليه بهذه الطريقه، كندير لاصو الشوكولا على حده. غادي تشوفوا في الطبق ديال التقديم انا الجزء اللي درت هو الجزء اللي غادي ناكل انا، لان الجميع كتعجبو هكاك بالشوكولا. انا كيعجبني نضيف لي لاصو الشوكولا، وكذلك تجي هائله، يعني نفس لاصو الشوكولا اللي دايره داخل الشوكولا معها شويه ديال دانيت ولا لاصو الشوكولا اللي ديجا درناها مع بعض. اذا غادي نذوق واحد شويه، غادي نذوق ان شاء الله ونخبركم. اذا كنتمنى المنظر يكون عجبكم، راه المنظر والمذاق ما شاء الله زوين بزاف. غزال ما شاء الله. اذا غادي نزيد قدمه اخرى لان كيشهي، وان شاء الله كنتمنىكم ديروه هذه الوصفه وتشاركوني في القناه ديالي، قناه شهيوات ووصفات ليالي. ان شاء الله بتشجيعاتكم ليا غادي نكون دائما عند حسن ظنكم، وفي امان الله.